صباح يوم جميل جديد، صباح يوم نشيط وسعيد، صباح الطاقة الإيجابية والأمل الشديد، صباح الفل على كل المشاهدين اللي بيتابعونا النهاردة. معاكم دينا السعيد، بقدم لكم كل السعادة وكل الحب من برنامجكم. النهاردة قعدت أفكر بقول يا ربي يعني هنتكلم في إيه؟ يعني إحنا اتكلمنا من بداية برنامجنا في موضوعات مختلفة، فتحنا موضوع الطلاق والأحوال الشخصية، واتكلمنا عن ملف الزراعة وتلوث المياه، واتكلمنا عن صلة الرحم والتنمر، واتكلمنا كمان ما نسيناش جانب الطفل في الاخلاق الحسنه والتربيه الصحيحه لسلوكيات الطفل. طيب احنا بقى قلنا النهارده بمناسبه ان احنا في شهر يناير عندنا مناسبتين، عندنا ذكرى ما ننساهاش ثوره يناير وعيد الشرطه. في الاول بنحب نقدم التهنئه لكل ضابط دايما بيضحي عشان بلده واللي بيقدموا لنا كل الامن والامان. كل سنه وانتم طيبين، في عيدكم دي ملحمه تاريخيه عمرنا ما ننساها، 25 يناير 1952 قدمتوا لنا الامن والامان والاستقرار. وفي ثوره يناير عمرنا ما ننسى الشهداء فداء الوطن برضو، وطبعا عمرنا ما ننسى ابدا ابدا وقفه الجيش والشعب والشرطه، كلنا كنا ايد واحده ومسانده القوات المسلحه للشعب وقتها، وكمان القوات المسلحه يوميها قدمت لنا الدعم والاستقرار والديمقراطيه سنوات طويلة منذ ثورة يناير. كل سنة واحنا طيبين ودايما كلنا بخير، ومصر دايما وشعبها طيب وجميل وفي أمن وأمان. بمناسبة ثورة يناير دايما بنشوف ان دايما في كل ثورة بتحصل في أي بلد وراها شخص مفجر الثورة، زي ما حصل في تونس بوركيبة. طيب في حاجة بقى النهاردة بشوفها اليومين دول كتير جدا في السوشيال ميديا وفي عروض السينما، فحبيت اي اعرف ايه موضوع الكلمه دي. هو برضو مفجر ثوره وخطر جدا على المجتمع، الجوكر. ايه موضوع الجوكر ده؟ الجوكر ده شبه المهرب بالظبط، قناع من بره وراه حاجات تانية خالص. المهرج اللي بيضحك، الوش مليان الوان، الهدوم مفعمه بالحيويه، وحذاء تلاقيه دايما كبير كده اكبر من رجله. الجوكر ده ايه حكايته؟ الجوكر ده كان شخص مسالم وتحول الى شخص شرير. مجتمع تنمر عليه، حصل له مرض نفسي، حاول ان هو يتعالج، ولكن المؤسسه الاهليه اللي حاول ان هو يتعالج فيها اتقفلت، يعني حتى خيط النجاه اتقفل قدامه، إضافة إلى مرض والدته. مع أنه كان شخص مسالم جدا اتحول إلى قاتل. طبعا من نقطة القطر لما قابل ثلاثة من النظام الفاسد وكانوا بيتحرشوا ببنت ونجدت منهم، هو بقى يعني مسكوه، فطبعا هو كان ضعيف فوقتها طلع مسدسه وقتله. من هنا أصبح من شخص مسالم لشخص شرير، وقريته سندته وبقى رمز ثوري ليهم، وقدروا يغيروا النظام الحاكم. لما الفيلم ده نزل في امريكا طبعا خافت جدا، لان دايما خافوا يحصل احداث شغب او عنف من الفيلم. من اول يوم نزل الفيلم ده في العرض السينما كان في ترقب رهيب جدا 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 على الفيلم ومن احداث الفيلم. وفعلا بعدها حصل ثورة في لبنان وبغداد. تفتكروا ان الجوكر ده فعلا ليه تأثير على الواقع؟ طب ازاي بيأثر على الواقع؟ اي رسالة فنية بتتأثر بالواقع. لو نفتكر زمان فيلم القاهرة 30 وقصر الشوق، بعدها على طول حصل تغيير مجتمعي. اذا هناك تحول اجتماعي بيحدث من تأثر الفن، ده جرس انذار ومهم جدا، فلازم ناخد بالنا جدا جدا جدا. قبل بقى ما نطلع ونستقبل ضيوف حلقتنا النهارده، زي ما اتكلمنا عن ذكرى مهمه، انا حبيت النهارده اتكلم عن ذكرى قريبه من قلبي، انا ذكرى وفاه والدتي الخامسه. كان نفسي تكون موجوده في حياتي وهي شايفيني، يعني بدات احقق حلمي لانها وقفت جنبي كتير جدا جدا من وانا طالبه، وكان نفسها تشوفني بحقق حلمي، وكان نفسي تشوفني بعد الخمس سنين ان انا حققت حلمي. انا من هنا بقول لها الف رحمه ونور عليكي، الخمس سنين كانهم كانوا امبارح بالظبط،
وبتمنى كل الناس اللي بتشوفنا النهارده تتمنى لها الدعاء والرحمه. الف رحمه ونور عليها، ستي كانت عظيمه جدا وضحت كتير جدا عشاني وعشان اخواتي، ويعني كانت اعظم ام في الدنيا. الف رحمه ونور عليها. تعالوا نطلع لفاصل ونستقبل ضيوف حلقتنا النهارده، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني وبنستقبل معانا ضيوفنا اللي مشرفينا النهارده. معانا النهارده حاله فنيه، شباب اجتهد وبيبني نفسه بنفسه، ما بيقفش بقى على موضوع الشهاده، لا هم بيبداوا يشتغلوا ويكافحوا ويعملوا لنفسهم مستقبل وطموح، وكمان بيقدموا فن هادف، ما بيمشوش وراء الشعبيات والحاجات اللي يعني مش كويسه، وماشيين في طريق صح جدا. معانا النهارده الموسيقار اللي بيطلقوا عليه صاحب السعاده اسلام فارس. اهلا بيك يا اسلام. اهلا بيك يا اسلام. ومعانا كمان طبعا لازم يجيب الناس اللي واقفه جنبه ودايما معاه على طول مدير اعماله استاذ سعيد بدر. اهلا بيك. شرفنا. والاستاذ محمد فتحي اهلا بحضرتك، كلكم منوريني النهارده. شكرا. ازيك يا اسلام؟ اهلا بيك، نورتني النهارده. ربنا يخليك. شكرا. قول لي بقى في الاول ايه موضوع صاحب السعاده ده بقى؟ والله الفكره جت لنا، والله انا بدات الموسيقى من وانا صغير جدا، يعني حبيت الاورج كتير جدا. فطبعا يعني اول حد ساعدني في الموضوع ده طبعا والدي، بشكره شكر كتير جدا. هو اللي ساعدني يعني نمى فيها الموهبه دي، لما طلبت منه اورج يعني وافق على طول، يعني ما رفضش. ده وانت كان عندك قد ايه بقى؟ انا والله حوالي، انا بحب الموسيقى اصلا من وانا صغير، من الابتدائي. تمام. اول اورج جبته تقريبا كنت في اولى ثانوي. تمام. بدات بقى ان انا اعلم نفسي بنفسي، واجتهدت الحمد لله، ما فيش حد علمني فيه حاجه، ودخلت برضو درست في كليه تربيه نوعيه قسم موسيقى. تمام. والحمد لله كنت بجيب في الاربع سنوات امتياز. تمام. واجتهدت بقى وعملنا الفرقه انا وسعيد. تمام. انا بشكره برضو شكر كتير ان هو واقف جنبي حبيب، وساعدني كتير ان انا بعتمد عليه في كل حاجه. سعيد كان بيقول لي بره ان انت اصغر واحد في الفرقه. فعلا. انت عندك كم سنه اصلا يا اسلام؟ انا والله بكره ان شاء الله عيد ميلادي يبقى 22. كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك. تحب النهارده تقول بقى ايه رساله في عيد ميلادك بمناسبه حاجه بقى يوم جديد وسنه جديده، تحب تقول ايه؟ والله انا بحب اولا اشكر والدي ووالدتي، ان هم يعني احلى ناس في حياتي. تمام. واحب اشكر برضو الاسره الفنيه بتاعتي، فرقتي طبعا اللي بتشاهدني حاليا دلوقتي، ان هم يعني اسلام فارس او صاحب السعاده، ان هو يعني مش لوحده، مش كفرد لوحده. لا، بالناس اللي معاه. واهم حاجه ان انا بحب الناس كلها، وطبعا احب اشكر اهالي قريتي، قريه اشطوخ اللي انا اتولدت فيها. دي بالمنوفيه؟ من المنوفيه. اللي انا اتولدت فيها وحاليا عايش فيها وهزال اعيش فيها. الناس اللي انا بحبها، الناس الطيبين. كلمني عن كواليس الشغل واللي بيقابلكوا دايما. انا عارفه ان انتوا بتنزلوا يوميا. انت كنت بتشتغل وانت في الكليه ولا بعد الكليه؟ لا، انا كنت بدرس وبشتغل. هي بس كانت فتره صعبه جدا، ان انا الاربع سنوات كنت مثلا الشغل بتاعي بالليل وبرجع الصبح. وباباك وافق بما انه في التربيه والتعليم، وانت عارف طبعا الاباء مدير مدرسه وكده، وهو وافق ما منعش. لان بامانه يعني كان بيقف جنبي. تمام. بابايا بقى لو متعصب او كده، لا الموسيقى لا ومش عارف ايه او كده، بس رغم ذلك برضو يعني انا وفيت بوعدي معاه، ان انا الحمد لله اجتهدت في الكليه بتاعتي زي ما قلت لحضرتك، انا كنت بجيب في الاربع سنوات امتياز ما شاء الله. تمام. وبجانب شغل الحمد لله دلوقتي يعتبر انا اصغر عازف في مصر الحمد لله. نرجع بقى برضو لكواليس الشغل اللي احنا كواليس الشغل. والله يعني مثلا ايه، احنا ساعات بيحصل معانا مواقف كتير في الشغل كتير جدا. من ناس ان احنا مثلا بيكون مثلا عندنا شغل يوميا. تمام. فممكن مثلا حد عايز يحجزنا في شغل، فاحنا مثلا محجوزين لفتره كبيره. ففي ناس بتزعل، بس ده حاجه غصب عننا. ان احنا بيبقى مثلا مضغوطين او كده. احنا كان نفسنا النهارده تجيبوا الفرقه، وانتوا كنتوا اعتذرتوا كتير بس عشان نظرا لظروف الجو. انا والله انا بس متعوضه ان شاء الله في الصيف تكونوا فضيتوا بقى ان شاء الله، هنكون موجودين ان شاء الله. بس احنا هنحب نعرض حاجه بقى الاسلام دلوقتي، ولو مثلا معانا حاجه فيديو ولا حاجه نعرضه دلوقتي. Thank you.
ورجعنا تاني وهبتدي وهكمل بقى مع سعيد مدير الاداره بقى معايا. تحت امر حضرتك طبعا، انت توقف جنبه بقى وقفه رجوله واخوه، وطبعا مسؤول عن كل اكيد طبعا. اتكلمنا بقى عن الفريق بتاعكم. يعني انا يعني بخبرتي طبعا، اسلام خبرته مزيكا ودراسته مزيكا، انا دراستي مثلا هوايتي المعامله بتاعت الناس، الاتفاقات بتاعت الشغل، هسافر فين، مسؤوليه طبعا كبيره عشان بنخش بحاجات كتيره ومعدات والات وافراد ناس كتيره، طبعا لازم الواحد يكون قد المسؤوليه واحنا الحمد لله ربنا واقف معانا كتير يعني. بتلفوا بقى كل المحافظات؟ اه طبعا ان شاء الله، وناويين نكمل نلف جميع المحافظات. الناس بتحبكم، عندكم نسبه مشاهده كويسه. اه الحمد لله. وبعدين احنا لسه في بدايه طريقنا الفني يعني، ما بقناش كتير بس الحمد لله يعني، حب الناس هو الاساس طبعا. انا اتفرجت على الفيديوهات بتاعتكم، ما لقيتش زي في الافراح مثلا الحاجات اللي هي الصعبه والشعبيه، لا يعني بتحبوا يعني، استغربت جدا بتعزفوا اين قلبي وساره مسلسل ساره والليل واخره، الحاجات الجميله دي انا دايما يعني انا بحب ارجع للحاجات المسلسلات القديمه، فشيء كويس ان انتوا نجيل الجديد وبتحبوا تعرضوا الحاجات الحلوه. هو برضو اللي شاطر في شغله لازم يكون معاه كل حاجه وفرح، وناس بتتقبل ده في الفرح. اه طبعا ده اكيد طبعا يعني. وبعدين بيبقى معانا مثلا ايه، عريس وعروسه دي ليلة العمر بالنسبة لهم، لازم مثلا يحسوا ان هم دي ليلة عمرهم بشوية فرحة، مش الفرح كله مثلا مركز على ايه، على العازف او مركز على الفرقة او مركز على الناس، لازم يكون التركيز برضو ان دي ليلة العمر، لازم على قد ما نقدر نفرحهم نسعدهم. ممكن نطلب من عريس والعروسة مثلا يطلبوا مننا حاجة معينة نعملها لهم، بنعملها لهم وربنا ان شاء الله يعني واقف معانا كتير. وطبعا ان شاء الله احنا مكملين والمشوار بتاعنا لسه يعني في البداية، ووعد كده يعني على الشاشه قدام كل اصحابنا وقدام كل حبايبنا اللي يعرفونا، ان احنا باذن ربنا يعني في الطالع يعني في حياتنا، وطبعا عمرنا ما هنتاخر على اي حد، لان احنا تربيتنا واهالينا مخلينا ان احنا حب الناس متعلقين بيه اكتر من كل شيء، واي فلوس واي حاجه في الدنيا، حب الناس يعني الشعبيه الاول قبل كل شيء. ربنا يوفقكم يا رب. الله يخليك. محمد تحب تقول ايه النهارده معانا؟ هو ابو ادم واستاذ اسلام دول اكتر من اخوات. اسلام انا بقعد معاه اكتر من بعض في بيتنا، واحنا كلنا بدانا سوا، عشان كده حبيت تيجوا معايا النهارده وتكونوا جنبه. احنا كلنا اخوات، احنا ابتدى ما نتفرقش عن بعض. فاحنا بدانا سوا، انا يعني اعتبر اكتر من اخو اسلام، اسلام ما اخوش اخوات، انا اكتر من اخوه. حلو قوي موضوع الصداقه دي، يعني انا شخصيا ما بعاني موضوع الصداقه. حلو الصداقه يا اخويا، يا خويه جامده يعني. مش صداقه عمل، في صداقه مبنيه على عمل. احنا اسلام معانا بره العمل وجوه العمل، احنا مع بعض يعني مش في الحلو والوحش مع بعض. والله بصراحه الحاجات اللي بتقولها النهارده حاجات كويسه ونموذج كويس. عايزه ارجع لك يا اسلام، ان سعيد برضو قال لي ان انت ما بتخرجش خالص من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. أيوة. وما بتروحش لا كافيهات ولا حاجات بقى زي الشباب والكلام ده. ايه الموضوع ده؟ هو بس كل الموضوع ان انا يعني الموسيقى واخده كل وقتي. يعني انا على طول من بخرج من البيت على الشغل، من الشغل البيت، ما ليش خروجات. ملتزم انت يا اسلام يعني جدا. وفي تعليق صغير يعني بالنسبه للموضوع ده، ان مثلا اسلام لحد دلوقتي يعني الموضوع ده مش موضوع نجوميه، هو اسلام من قبل ما يبقى موسيقار وقبل ما يخش كده يعني، هو شخصيته كده، تربيته كده، تربيه اهله، تربيه بيته، حتى اخواته البنات، حتى هما بيتهم فعلا بترجع للبيت. اه دي طقوس البيت ما بتتغيرش طبعا، اعتكاف صيف شتاء. لا مش كل اللي في مجال الفني وحش، بس انا يعني الوقت بتاعي بعرف استغله صح. يعني انا بستغل وقتي ان انا يعني عشان الفرقه بتاعتي تكبر اكبر واكبر، وابقى تشتغل على نفسك وبتذاكر بالظبط كده، مش بقف عند مثلا حاجه ان انا وصلت لها وبعد كده لا اقف، لا انا مكمل. لان انا الحمد لله ربنا واقف جنبي كتير جدا، لان انا يعني مش بعزب بالي كتير يعني، انا في ناس مثلا بتعزب بالها كتير جدا ما وصلتش لحاجه. واكيد طبعا في الاول تعبتوا في موضوع الفلوس، وبعد كده ربنا كرمكم بيجيلكم مبالغ كويسه، اللهم لا حسد يعني. الحمد لله الحمد لله. هي الفلوس طبعا اللي بيجري وراها ما بتجيلوش، ان الشاطر اللي يشتغل صح يخلي الفلوس هي اللي تجري وراه، وفي النهايه ده رزق سبحان الله. اه بتاع ربنا. وهي طبعا هي بس يعني ربنا قبول بتاع ربنا يعني. الحمد لله يعني. ايه اخبار المعجبات؟ انا شفت لك فيديو كده الناس بتصور معاك الفانز وحاجه، ايه اخبار المعجبات معاك؟ والله هم احلى حاجه في الدنيا المعجبين طبعا، واي فنان لازم يكون ليه معجبين. وطبعا دي حاجه برضو بنعرف يعني مدى احنا نجحنا قد ايه، عشان كده بيبقى لنا معجبين او كده. تمام. والارتباط مرتبط دلوقتي ولا ايه؟ انا والله ماليش في السكه دي، بس ان شاء الله يعني في حاجه قريبه ان شاء الله ربنا يوفقك على الخطوبه ان شاء الله على طول. يا رب ربنا يوفقكم دايما. ايه يا اسلام الحاجات اللي انت بتحب تقدمها يعني، وكمان عايزه اعرف وجهه نظرك.
وجهة نظرك في الفن اللي بتقدم الاغاني الشعبيه والكلام ده، في حاجه بتعجبك منهم يعني؟ والله هي بتبقى اذواق، انت مثلا ممكن تحب تسمعي مثلا اغاني قديمه بتاعت التراث بتاعنا، ام كلثوم، عبد الوهاب، في ناس تانية لا اللي هم الشباب بتوع المهرجانات بقى وكده، فدي بتعتبر اذواق. وانتوا في الافراح بتقدموا اي نوع؟ لا انا مثلا غير اللي انا شفته يعني، ممكن يكون في حاجات تانية بتطلبها برضو الجمهور. تمام، يعني مثلا احنا بنعزف مثلا حاجات لام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم. زي اللي احنا شفناه دلوقتي، كانت ام كلثوم كانت اسمها ايه؟ انا في انتظارك. تمام، دي حاجه برضو لازم يعني ايه، حاجه من التراث بتاعنا يعني، لازم نقدمها، وبنقدمها بس بفكر جديد شويه. فكر جديد. تمام، ثانيا برضو بنعزف حاجات جديده برضو، يعني مثلا اليسا، عمرو دياب، وائل جسار، لازم ننوع كده. طبعا طبعا. والمهرجانات اللي دي حاله في موجوده في المجتمع بتاعنا يعني. تحب تقول يا سعيد برضو الاثنين؟ انا الاول انا هوجه رساله للاسلام طبعا. اول واحد هوجه له رساله. تمام. ان هو يعني ايه، مش هقول له مثلا انت كده حلو او انت كده كويس، انا عمره ما يسمع مني الكلمه دي، انا مدير اعماله بس انا عمري ما اسمعه الكلمه دي. ليه؟ لان انا طوال عايزه احسن الناس. اكتر واحد طبعا في العالم احب له الخير. تمام، وطبعا بحاول ان انا اشيله على كتافي والف بيه ان الناس كلها تعرفه والناس كلها تشوفه، وطبعا هو ما بيتعاملش مع حد يعني. اي تعليق طب بيتقبل لو انت انتقدته يعني؟ طبعا لازم اتقبل، وبنقعد نتناقش في مواضيع كتيره، في كل حاجه بنقعد نتناقش فيها، هو طبعا بدماغه صغر سنه. تمام. وانا بخبرتي مع الحياه مع الناس وتجاربي كتير. طيب في الختام يا اسلام، تحب توجه رساله ايه؟ شكر النهارده قبل ما نقفل الحلقه. والله انا احب اوجه شكري طبعا لوالدي ووالدتي. تمام، واشكر كل اصحابي واهالي قريتي اللي انا بحبهم جدا، واشكر طبعا فريق العمل بتاعي، التيم بتاعي، الناس اللي انا بحبهم اللي كان نفسي يكونوا موجودين معايا النهارده. بس لسوء الحظ ان شاء الله هيبقوا متعوضه ان شاء الله. ان شاء الله. انتوا نورتوني وشرفتوني، اسلام فارس نورتني، ربنا يخليك، سعيد بدر نورتني، محمد نورتني، كلكم نورتوني النهارده. بنشكر البرنامج كله والعاملين عليه والاستاذه دينا السعيد وكل اللي عاملين على البرنامج، بنشكرهم جدا ونتمنى نشوفكم تاني. انتوا نورتوني ان شاء الله، ربنا يخليك. شكرا. كده تكون انتهت حلقتنا، يا رب تكون كنا خفاف على القلب عليكم، وقدمنا حاجه يعني تكون نالت حسن يعني ظنكم واعجابكم. بشكركم جدا جدا جدا، بشكر كل الناس اللي دايما بتقف في ظهرنا، والناس اللي في حياتنا طاقه ايجابيه. خليكم دايما بسمه امل ونقطه تغيير لنفسكم وللي حواليكم. شكرا ليكم.